من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا الى كافه الانس والجن فداه ابي وامي صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى اله واصحابه اما بعد يقول تبارك وتعالى عز وجل في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها المسلمون عباد الله ان امر بالاستقامه في الدين قد صدر من القران وعلى لسان محمد صلى الله عليه واله وسلم فعلينا ان نستقيم كما امرنا والاستقامه هي سبب للنجاح في الدنيا والسبب لدخول الجنة وهي كذلك سبب للمغفرة وسبب لهلاك الطغاة من الرؤساء والأمراء الذين لا ينفقون على الناس الذين يؤثرون أنفسهم بالأموال والتمتع واللذة على حساب الفقراء والمساكين فنحن في أحوج وقت لأن نستقيم لله هذه الدولة ومسلمي هذه الدولة في أشد حاجة لأن يستقيموا يقول تبارك وتعالى عز وجل في كتابه العزيز إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون وجدوا هذا الجزاء لاستقامتهم لأن الاستقامة عمل عمل قلبي وعمل للجوارح وعمل باللسان ولذلك هذه الآيات جاءت في عدة سور تبشر بالمستقيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالاستقامة أمر الله أمر بها الأنبياء بما لديه من التربية الله أمرهم أن يستقيموا والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فالاستقامة للأنبياء ولمن تابوا معهم من أمتهم وكما سبق أن ذكرت أن ذلك يقضي على أي جبار ممن يروا أنهم لهم ملك ويستقدمون هذا الملك ليظلموا الفقراء والمساكين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله واستمعوا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع أخيه هارون عليهما الصلاة والسلام في قضية جبروت فرعون عليه لعنة الله عندما تجبر وتكبر ورأى نفسه أنه هو المخلوق وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري كل ذلك ذكره فرعون عليه لعنة الله وتجبر على الناس وقتل وجعل المعيشة أن تكون دنكة للناس ونحن نشبه هذا الوقت في هذه الدولة حيث العشرات والمئات يموتون بلا دليل يذكر
وإلى الآن ترتفع أسعار النفط، ولذلك كذلك ترتفع الضروريات للحياة لارتفاع النفط، والرؤساء لا يبالون، أصبحوا فرائين العصر، فنحن علينا أن نستقيم وندعو الله لا نأتي أبواب المعاصي كما يأتون فتكون الإهلاك بنا وبهم جميعا في الدنيا والآخرة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ادمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما الاستقامة فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون. فنحن نستقيم وسنرى ما يفعل بجبارين على الأرض. فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد تكبرت وتجبرت، الآن وقد أسيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببنيك تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالمتجبرين من الرؤساء أن يعلموا أن جبروتهم لا تساوي ذلك الفرعون. المخرج لهم ولنا أن يكونوا أدلاء يعدلون ولا يظلمون. وعين الناس وعين الله لا تنام والله يشهد والله يرى. لكن العيب أننا كذلك نعصي الله كما يعصون، هذه هي العيب. علينا أن نستقيم وندعو وقد دعا الأنبياء والصالحين والله استجاب دعوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح له مكة وأسند إليه مفاتيح الكعبة. ولذلك علينا أن نصبر مستمرا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم معا غدقا، هي الرزق في الدنيا إذا استقمنا. فعلينا أن نستقيم. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام صحابي جليل سأله قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.